نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ما عندنا نعم. الخارج من السبيلين مطلقا، خارج من قبل، من دبر، من ذكر، من أنثى. نعم. በሁለት መንገዶች የሚወጡት በሴቶች ሆነ በወንዶች በአጠቃላይ ወጥ ፈሳሽ ነገር ያበላሻል። ባውል ጋኢጥ ሪሕ ናም ሽንት ሰገራ ፈሶት መሳሰሎች ናም ዘዋል ልዓቅል አእምሮ መወጋጅ ቢናውም በእንቅልፍ ሊሆን ይችላል አው እቅማ አው ድክመ ሽታሊ ብለው አው ሱክር ወይ በጣም ሰክሮ አው ጁኑን ወይ አዶ አነውም ለይሰ ናቅድ ልውዱ ና እንቅልፍ ውዱ አበላሽታ ለ ላኪን ሁወ መظነ ሊኽሩጅ ሪሕ ለፈስ መውጭ ፋስ ይወጣበታል ተብሎ ስለሚያጠራጥር ፈኢዛ ካነ ልአን ገለበሁ ኑዓስ እንቅልፍ በጣም የንጉልቻ ተበዛበት يعني هذا الآن الأخ عندنا هنا غلبه النعاس وهو جالس. هل وضوء صحيح أو لا؟ هل تشعر بنفسك؟ قال نعم إذا الوضوء صحيح. وإذا قال لا أنا لا أشعر بنفسي ما شاء الله يعني غفوة جميلة أخذتها في الدرس وضوء باطل أكل لحم الجزور أكل لحم الإبل والردة لأنها محبطة لكل الأعمال ولكن يجب ان يكون هناك من لا عباده يبلش نعم.